اليوم راح نحكي عن التشريح الجراحي للكبد والطرق الصفراوية إن شاء الله، وراح نذكر معلومات سريرية إن شاء الله بتفيدكم في موضوع الجراحة للمستقبل بإذن الله. مبدئيا الكبد يتوضع في المراق الأيمن تحت الحافة الضلعية، محمي بالأضلاع بشكل رئيسي. الكبد يعتبر أكبر غدة في الجسم، أكبر غدة في الجسم مثل ما كنتم شايفين، شكله اسفيني. شكله اسفيني او اجاصي الشكل كما ترون. يتوضع تحت الحجاب الحاجز، عضو من كبنية هش لكن محمي تحت الحافة الضلعية تحت الاضلاع ضمن البطن الصدري في الجهة اليمنى. يتوضع بشكل رئيسي في المراق الايمن، في المراق الايمن تحت الحافه الضلعيه اليمنى، ويمتد جزء قليل منه الى المنطقه الشرسوفيه، الفص الكبدي الايسر. طبعا من الناحيه التشريحيه يقسم الكبد العيانيه او من التشريح الوصفي الى فصين، فص ايسر وفص ايمن. الفص الايمن اكبر بكثير من الفص الايسر. الاعتماد على هذا التقسيم الشكلي يعتمد على الرباط المنجلي او الرباط المشولي فالسيفورم ليجامنت. يقسم إذن إلى فص أيسر عياني صغير الحجم وفص أيمن كبير الحجم. طبعا الكبد تقريبا يستقبل حوالي 1500 ملي لتر من الدم في الدقيقة، قادم من وريد الباب بشكل رئيسي، قادم من وريد الباب بشكل رئيسي. يزن حوالي 1.5 كيلوغرام عند الشخص البالغ. لاحظوا انه 1.5 لتر دم في الدقيقة. اذا اي جرح في الكبد او اي اذية كبدية تؤدي الى نزف غزير جدا، تؤدي الى نزف غزير جدا، ولا بد للجراح ان يسيطر عليها بسرعة. اذا في عندك كل دقيقة حوالي لتر ونص، الجسم الانسان اللي وزنه 70 كيلوغرام فيه تقريبا حوالي 5 لتر ونص من الدم. اذا هذول ممكن المريض ينزفهم خلال دقائق، ممكن المريض ينزفهم خلال دقائق. طبعا وظيفه الكبد بشكل رئيسي هي استقلاب الشحوم والدسم والسكريات، التخلص من السموم والجراثيم، وانتاج الصفراء وافرازها، وانتاج عوامل التخثر. بالنسبه لامتداد الكبد، هذا ضروري تعرفوه، أو مرتسم الكبد على جدار البطن الأمامي. يصل الكبد إلى الحافة السفلية للضلع الخامس، أو إلى الضلع الخامس. لاحظوا النقطة A تتوضع تقريبا في منطقة الضلع الخامس في الجهة اليمنى، بينما الحافة السفلية له تقريبا نقطة تقاطع حقت منتصف الترقوة مع الحافة الضلعية، هذه النقطة تماما يتوضع الكبد. الكبد بالحالة الطبيعية لا يجس تحت الحافة الضلعية عند البالغين، لا يجس تحت الحافة الضلعية. أي جس للكبد تحت الحافة الضلعية يعني أن هناك ضخامة كبدية. هل معلومة هي مهمة؟ إذا إحنا أنا عملت قرع لمنطقة الصدر لازم الموصل للرول الخامس يعطيني أصمية، إذا هذه منطقة الكبد، هذه منطقة الكبد. أنبه الجراحين الذين يجرون تفجير صدر أيمن أن لا يجري التفجير في منطقة الورب الخامس لئلا يدخل في الكبد أثناء التفجير. إذا حلبة الثدي عند الذكور تقابل الورب الرابع، إذا أنا أجري تفجير صدر على جدار جانبي للصدر أعلى حلبة الثدي، إذا الورب الرابع فما فوق، لأنه إذا أنا دخلت في الورب الخامس قد أوجه أنبوب تفجير الصدر خطأ إلى الكبد وأدخل في الكبد. كمنشأ الكبد جنينيا ينشأ من المعي الابتدائي أو المعي الأمامي، ونحن مثل ما بنعرف شريان المعي الأمامي الرئيسي هو الجذع الزلاقي، هو الجذع الزلاقي، وهذا راح نتكلم عنه في التروية الدموية للكبد. يتلقى الكبد تروية دموية مضاعفة. هذه التروية الدموية المضاعفة يتلقاها الكبد
من الشريان الكبدي بنسبة 25% ومن وريد الباب بنسبة 75%. وريد الباب يحمل دم غير مؤكسجين، دم مليء بالمواد الغذائية والسموم، بينما الشريان الكبدي يحمل دم مؤكسجين. طبعا من أين ينشأ الشريان الكبدي؟ ينشأ الشريان الكبدي بشكل رئيسي هو فرع أحد فروع الجذع الزلاقي. الجذع الزلاقي بيعطيني ثلاثة فروع، الأول هو معدي أيسر، الثاني هو الطحالي، الثالث هو الشريان الكبدي العام. الشريان الكبدي العام يعطي فروع معدي أيمن، جاسترودينال، والكبدي بالخاصة. الكبدي بالخاصة، الشريان الكبدي الخاص يعطي فرعان، شريان كبدي أيمن وشريان كبدي أيسر وشريان كبدي أيسر. طبعا لنفترض جدلا أن المريض يجرى له عمل جراحي وتم ربط الشريان الكبدي الأيمن أو الأيسر لسبب ما، وعلى الأغلب ما يربطه الشريان الكبدي الأيمن أثناء عمليات إجراء المرارة المنظار أو المرارة الجراحية، قد يربط خطأ الشريان الكبدي الأيمن. ماذا أتوقع أن يحدث لدى المريض في حال حدوث ربط الشريان الكبدي الأيمن؟ أنا منطقياً باعتبار أن الكبد يتلقى نوعين من التروية، تروية شريانية وهي تحمل الدم المؤكسج، وتروية وريدية وهي الأخضر وتحمل الدم غير المؤكسج. إذن الكبد سيتعرض لنقص أكسجين، سيتعرض إلى ماذا؟ طبعاً ربط الشريان الكبدي الأيمن بمفرده أو الأيسر بمفرده في أغلب الحالات غير مميت، لكن ماذا يحدث الكبد؟ يحدث الكبد أنه يتعرض إلى نقص تروية هيبوكسيا، نقص أكسجين. هذه النقص الأكسجين تلاحظ كالتالي: أن المريض ترتفع لديه خمائر الكبد بعد إجراء التحاليل، يشكو المريض من تعب بسيط، تعث، تعمل له خمائر كبد، تجد أن خمائر الكبد ALT AST مرتفعة. لماذا؟ لأنه يحدث نخر للخلايا الكبدية، نخر للخلايا الكبدية بسبب نقص الأكسجين، تتنخر الكبدية. إذن أنا بالنسبة للتروية الدموية للكبد مثل ما قلنا تنشأ بشكل رئيسي من جزئين: جزء الشرياني من الشريان الكبدي واللي هو في أحد فروع الجذع الزلاقي، وجزء وريدي من وريد الباب. طبعا هذا الكلام صحيح في نسبة تقريبا حوالي 75% من الحالات، أن الشريان الكبدي الأيمن الكبدي العام ينشأ من الجذع الزلاقي. هناك أبرنت أو شواز، وهذا على الجراح أن يعلمه، مو في كل الحالات ينشأ الشريان الكبدي من الجذع الزلاقي. لاحظوا معي هالحالة، هي لاحظوا معي هذه الحالة، هذا هو الجذع الزلاقي، هنا ينشأ الشريان الكبدي من الشريان المساريقي العلوي، وهذا يحدث في تقريبا حوالي 25% من الحالات. لذلك على الجراح الذي يحاول أن يجري جراحة على الكبد، المقصود فيها قطع كبد، أن يعلم يقينا قبل العمل الجراحي من أين ينشأ الشريان الكبدي، من أين ينشأ الشريان الكبدي، هل هو ينشأ من الجذع الزلاقي أم هل هو ينشأ من الشريان المساريقي العلوي. طبعا ممكن يكون هذا الشريان الكبدي العام ينشأ من المساريق العلوي ثم يتفرع إلى كبدي أيسر وكبدي أيمن، وأحياناً 12% من الحالات نجد أن الشريان الكبدي الأيمن فقط ينشأ من الشريان المساريقي العلوي، الشريان الكبدي الأيمن. أيضاً هناك بعض الحالات، هلا مثل ما راح تشوفوا بعد شوي نحكي عن شيء اسمه التقسيم الجراحي أو الوظيفي للكبد. في عندي في الكبد أنا فصوص، في عندي فص مذنب، فص مربع. أحياناً الفص المذنب من الكبد بيأخذ تروية خاصة له من الشريان المساريقي العلوي. إذن هذه الاختلافات التشريحية التي ذكرتها لكم هي مناشئ للشريان الكبدي. طبعا بالنسبة لي أنا كجراح، هذا طبعا هذا منظر للتروية الشريان الكبدي بمنشأه الكلاسيكي أو التقليدي من الجذع الزلاقي، من الجذع الزلاقي. أنا كجراح ما يهمني بالنسبة لتشريح الكبد
ليس التشريح العياني او التشريح الوصفي، انه عندي فص كبدي ايمن وفص كبدي ايسر. فص الكبدي الايمن مثل ما قلنا هو كبير الحجم، بينما الفص الايسر هو صغير الحجم. ما يهمني هو التشريح الوظيفي الذي ساتكلم عنه قليلا بعد ان اتكلم عن سطوح الكبد. طبعا الكبد عضو داخل البريتوان، مغطى في البريتوان تماما ما عدا باحة صغيرة في الخلف. باحة صغيرة في الخلف جانب الوريد الأجوف العلوي الذي يحفر نفقا على السطح الخلفي للكبد. هذا منظر خلفي للكبد، لاحظوا هذا الوريد، هذا الوريد الأجوف العلوي يحفر نفقا بالحرف تقريبا كما يسمى إذا بخدود على الوجه الخلفي أو السطح الخلفي للكبد. جانب هذه الوريد من الناحية اليمنى توجد باحة تسمى الباحة العارية. هذه الباحة خالية من البريتوان، عارية. لماذا تسمى عارية؟ لأنها خالية من البريتوان، لأنها خالية من البريتوان. للكبد، للكبد حافة أمامية سفلية وحافة يمنى وحافة خلفية وحافة خلفية. إذن مو شكله أجاسي مثلثي الشكل تقريبا أو كمثري، له حافة أمامية سفلية وحافة يمنى وله حافة أيضا خلفية. على سطح الكبد توجد أربطة، ذكرنا قبل قليل أن هناك رباط يسمى الرباط المنجلي، وفي قاعدة الرباط المنجلي أو حافة السفلية يوجد رباط مدور، الرباط المدور الكبدي اللي هو بقايا الوريد السري، بقايا الوريد السري. أيضا لدي رباط إكليلي أيسر ورباط إكليلي أيمن، هذه أربطة تثبت الكبد في مكانه، تساعد على تثبيت الكبد في مكانه. طبعا الرباط الإكليلي الأيمن والإكليلي الأيسر ينتهيان، الإكليلي الأيسر بالرباط المثلثي الأيسر، والرباط الإكليلي الأيمن ينتهي بالرباط المثلثي الأيمن. إذا نظرت على السطح السفلي للكبد أرى أن هناك أخاديد، هذه الأخاديد يمكن أن نشبهها بالحرف H. هذا عمود للحرف H وهذا عمود للحرف H، وهذه هي الشحطة في منتصف الحرف H. نلاحظ أن العمود الأول يتشكل من الوريد الأجوف السفلي ويقابله المرارة، بينما العمود الثاني يتشكل من الرباط، من الرباط الوريدي ويقابله في الأمام الرباط المدور. أما هذه الشحطة في الحرف H هي عبارة عن سرة الكبد، عبارة عن سرة الكبد. سأستفيد من هذا التقسيم لاحقا في معرفة أين هو يتوضع الفص المذنب وأين يتوضع الفص المربع. إذن لاحظوا معي، هذا هو العمود الأول، هذا العمود الثاني، وهذه هي منطقة سرة الكبد التي تشكل مع العمودان الحرف H. إذا أتيت إلى التشريح الجراحي للكبد الوظيفي، التشريح الجراحي للكبد يعتمد التشريح أو يقسم الكبد وظيفيا إلى فصين أيمن وأيسر. طبعا الفص الأيمن الوظيفي يساوي تقريبا في الحجم الفص الأيسر، الفص الأيسر الوظيفي. على ماذا اعتمدت على التقسيم؟ على التروية الشريانية. كل ما يتروى بالشريان الكبدي الأيسر يسمى الفص الأيسر الوظيفي، كل ما يتروى بالشريان الكبد الأيمن يسمى الفص الأيمن الوظيفي، الفص الأيمن الوظيفي. طيب كيف قسم الجراحون أو طبعا الكبد إلى قطع؟ يقسم الكبد كالتالي، لدي ثلاثة أوردة كبدية، ثلاثة أوردة كبدية أيمن أوسط أيسر. هذه الأوردة الكبدية تقسم الكبد إلى أربعة أقسام، أحدهما وحش الشريان، وحش الوريد الكبدي الأيمن، ثم بين الوريد الكبدي الأيمن والوريد الكبدي الأيسر الثاني، الثالث وحش الوريد الكبدي المتوسط، والرابع وحش الوريد الكبدي الأيسر. إذن هذه قطعة سيكتور وليس سيجمنت، هذه أخرى وهذه أخرى وهذه الرابعة. هذا في المستوى العمودي، في المستوى العمودي. إذن بواسطة الأوردة الكبدية الثلاث
انقسم الكبد، انقسم الكبد إلى أربع سكترات، واحد اثنان ثلاثة أربعة. الآن نأتي إلى المستوى الأفقي. في المستوى الأفقي يدخل وريد الباب، يدخل وريد الباب ويقسم هذه القطع في المستوى الأفقي إلى أقسام، فيتشكل لدي أنا ثماني قطع، ثماني قطع. هذه الثماني قطع لكل واحدة منها بنية وظيفية مستقلة. ما المقصود بالبنية الوظيفية مستقلة؟ أو تشكل وحدة وظيفية مستقلة، أن لها ترويتها الشريانية الخاصة، ولها عودها الوريدي الخاص، ولها تصريفها الصفراوي الخاص، ولها تصريفها الصفراوي الخاص. هذه القطع الثمانية ترقم بالأرقام الرومانية. بماذا ترقم؟ ترقم بالأرقام الرومانية مع عقارب الساعة، مع عقارب الساعة. لاحظوا إذا نظرت أنا هنا إلى صورة طبق محوري، هذا الأورطة أو الأبهر، هذا الأجوف، وهذه هي الأوردة الكبدية، هذا الرايت وهذا الميدل وهذا الليفت وهذا الليفت. طبعا الأوردة الكبدية الثلاث تصب على الوجه الأمامي للأجوف السفلي، تصب على الوجه الأمامي للأجوف السفلي. لاحظوا كتشريح وظيفي للكبد، تقريبا الفص الكبدي الأيسر يقارب بالحجم الفص الكبدي الأيمن. إذا تقسم، قسمنا الكبد إلى ثمانية قطع، سيجمنت إلى ثمانية قطع. هذه القطع عكس عقارب الساعة، ترقم بواسطة الأرقام الرومانية كما ترونها هنا على الشاشة. وعرفنا نحن الطريقة اللي قسمنا بها الكبد إلى ثمانية قطع. إذا في المستوى العمودي لدي ثلاث أوردة مركزية، قسمت الكبد إلى أربعة سيكتور، إلى أربع أقسام. هذه الأقسام انقسمت في المستوى الأفقي بواسطة وريد الباب، أصبح لدي ثماني قطع. سأتعرف الآن على هذه القطع، سأتعرف الآن على هذه القطع. القطعة الأولى كما تلاحظون هنا، هنا توجد على السطح السفلي أو الوجه الحشوي الكبد، سطحي سفلي خلفي، تأخذ رقم واحد، وهي الفص المذنب، وهي الفص المذنب بالتحديد. ثم تأتي القطعة الثانية، ننتقل إلى القطعة الثانية، تتواجد في الفص الأيسر الوصفي. ثم القطعة الثالثة تتواجد في الفص الأيسر أيضا الوصفي. القطعة الرابعة تأخذ المكان المركزي، وهي تدعى الفص المربع، الفص المربع. إذا أصبح لدي فص مذنب بالخلف جانب الأجوف السفلي هو القطعة الأولى، فص مربع بالأمام هو القطعة الرابعة، ثم القطعة الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة، ثم الثامنة. إذن أصبح لدي ثماني سيجمنت. هذه السيجمنت هي وظيفية، وظيفية بإمكاني أستأصل أي واحدة منها دون أن أؤثر على ترويد الأخرى، دون أن أؤثر على ترويد الأخرى. لاحظوا أيضا هذا هو منظر ترسيمي للقطع الثمانية في الطبق المحوري، في الطبق المحوري. انظروا أين أرى القطع الكبدية، لاحظوا هذا هو الأورتا، هذا هو الأجوف السفلي، جانب الأجوف السفلي في الخلف توجد الفص المذنب، جانب الفص، جانب الأجوف السفلي هذه القطعة هي الفص المذنب. لاحظوا هذه هي القطعة الثانية مثلا، هذه هي القطعة السابعة خلفية جانبية، هذه هي القطعة الثامنة، هذه هي القطعة الخامسة، هذا أيضا، هذه هي القطعة الثالثة، هذه هي القطعة الأولى كما ترون. إذن هذه تفيدني أين تحديد هذه القطع؟ يفيدني هذا الأمر في موضوع مثلا الكيسات الكبدية. لدي، بتعرفوا آفة شائعة لدينا نحن في سوريا هي الهيداتيت سيست أو الكيسات العذارية. عندما تكون يأتيني مثلا تقرير، عندما تكون الكيس الكبدية مثلا في القطعة السادسة أو السابعة، إذا هذه المنطقة يصعب الوصول إليها جراحيا لأنها عبارة عن خلفية جانبية،
خلفية جانبية يصعب الوصول إليها جراحيا، تحتاج إلى مناورات جيدة لكي أستطيع الوصول إليها واستخراج الكيسة، لكي أستطيع الوصول إليها واستخراج الكيسة. هذا فيما يخص التشريح الوظيفي والتروية الشريانية للكبد. طبعا باعتبار أن لدي أربطة للكبد تثبت الكبد في مكانه وتكلمنا عنها سابقا، نبدأ بالرباط، نعيد ونذكر بالرباط المنجلي والرباط المدور، الرباط المثلثي، الرباط الإكليلي الأيسر، الإكليلي الأيمن، المثلثي الأيمن، المثلثي الأيسر. أيضا ما يساهم في تثبيت الكبد في مكانه الأوردة الكبدية الثلاث، الأوردة الكبدية الثلاث. هذا الكلام أستطيع أن أحرر كافة أربطة الكبد، كافة أربطة الكبد دور، وأستطيع أن أجلب تقريبا الكبد إلى الجرح. إذا أنا أفتح مدلاين مثلا وعندي إصابة مثلا خلفية أو عندي كيسة خلفية، أستطيع أن أحرر كافة أربطة الكبد دون أن تأثر وظيفة الكبد، وأستطيع أن أجلب تقريبا. طبعا الجراح يجب أن يكون لديه يعني حس جراحي، يعني مو تحط إيدك تخلع الكبد، خلع جيب معك حتى الأوردة الكبدية. إذا نحن قلنا يساهم في تثبيت الأربطة، الأربطة جميعها أستطيع تحريرها. من يبقى لدي مثبت الكبد؟ يبقى مثبت الكبد معلق بسرة الكبد والأوردة الكبدية الخلفية. إذا سرة كبد أمامية وبالخلف عندي أوردة كبدية، إذا أستطيع أن أحرر كافة أربطة الكبد وأجلب الكبد تقريبا إلى خط الجرح ليساعدني على أي إجراء أي عمل جراحي في القطع الخلفية. أيضا سنتكلم الآن على الجهاز القنوي الصفراوي وسرة الكبد. طبعا سرة الكبد مقصود فيها هي المناطق دخول وخروج الأوعية إلى الكبد. هذا ما يسمى، هذه المنطقة تسمى سرة الكبد. على ماذا تحتوي سرة الكبد؟ تحتوي سرة الكبد بشكل رئيسي على ثلاثة بنى رئيسية هامة، ويجب على الجراح أن يتعرف عليها بشكل جيد. هذه البنى يجب على الجراح أن يتعرف على أماكن وجودها بشكل جيد، لأن هناك الكثير من العمليات الجراحية تحتاج مني أن أتعرف، خصوصا إذا كنت أجري عمليات أو مناورات على القناة الجامعة. أبدأ بمن؟ في الأمام والأعلى والأيسر، الشريان الكبدي في الأمام والأعلى والأيمن، القناة الصفراوية في الخلف، وريد الباب. هذا أين يقف الجراح؟ يقف الجراح دائما على يمين المريض، أليس كذلك؟ إذن هذا ما يجعل القناة الصفراوية متاحة للجراحين دائما باتجاههم من الجهة، مش ما تنسوها، دائما من الجهة اليمنى، من الجهة اليمنى. هذه المنطقة هنا تتواجد القناة الصفراوية، في الأمامها قليلا يوجد الشريان الكبدي، بالخلف وريد الباب. بهذه المنطقة، هذه المنطقة هي منطقة الحافة الحرة للثرب الصغير. هنا يتواجد الثرب الصغير، يصل بين المعدة والكبد، هنا حافته الحرة. توجد خلفة تماما فوها اسمها وينسلو فورامين، فوها وينسلو أو وينسلو فورامين. هذه الفوهة مهمة، تصل بين الكيس الصغير والكيس الكبير، أي بين جوف البريتوان وما خلف المعدة. من خلال هذه الفوهة أستطيع أن أحيط بسرة الكبد بواسطة أصابع السبابة والإبهام، وأجري مناورة تسمى برينجل مانوفر، مناورة برينجل. هذه المناورة أستطيع من خلالها أن أقطع التروية الدموية القادمة إلى الكبد، أستطيع أن أقطع التروية الدموية القادمة إلى الكبد. طبعا ما فات هذا الإجراء، فات هذا الإجراء إذا أنا لدي نزف مثلا من الكبد ولم أستطع السيطرة عليه، بإمكاني أن أوقف تدفق الدم إلى الكبد وأسيطر على نزفي ثم أعيد التروية الدموية. كل أذية كبدية يجب أن يتوقف النزف فيها مجرد ما سويت رينجل مانوفر، ما عدا إذا كان هناك إصابة. أين؟ إصابة في الخلف في منطقة الأوردة الكبدية، النزف هنا يأتي من الأجوف السفلي. لذلك لن إذا أنا عملت رينجل مانوفر وما توقف الدم لدي، وما توقف الدم لدي، إذن السبب هو نزف من الأوردة الكبدية، وعادة هذا النزف قاتل حقيقة، وعادة هذا النزف قاتل. إذن هذا فيما يخص
التشريح الجراحي لسرة الكبد. لو سألت سؤال أنا مثلا الفص الكبدي الأيسر التشريحي على ماذا يحتوي؟ أو الوصفي على ماذا يحتوي؟ يحتوي على قطعتين. أنهيت التشريح الوظيفي، إذا نكمل القناة الصفراوية، برجع القناة الصفراوية على الشجرة الصفراوية. بالنسبة للشجرة الصفراوية تتشكل الشجرة الصفراوية بدأ من الكبد، مثل ما كنتم ملاحظين أنا في عندي قناة صفراوية لكل قطعة كبدية، ثم تتشكل لدي قناة كبدية يسرى وقناة كبدية يسرى يجتمعان معا ليشكلا القناة الكبدية العامة، تجتمع معهما القناة المرارية أو السيستيك داكت ليشكلا القناة الصفراوية، تجتمع معها القناة البنكرياسية في مجل الفاتر ليشكلا القناة الجامعة. طبعا أنا في بعض المعلومات الهامة لازم تعرفوها، أولا أن القناة الكبدية اليسرى أطول قليلا، لاحظوا هذه أطول قليلا من القناة الكبدية اليمنى، إذا تسير قليلا على سطح الكبد، المقصود فيها أطول قليلا أنها خارج الكبد أطول قليلا، يمكن رؤيتها بشكل أوضح من القناة الكبدية اليمنى. بماذا تفيدني هذه المعلومة؟ كلكم تعرفوا جميع الجراحين العامين بيشتغلوا مرارة منظار، يمكن أن يحدث أحيانا أذية للقناة الجامعة، وهذا اختلاط الطبي وارد ولا يلام عليه الجراح في معظم الحالات، إذا يعني اختلاط وارد ممكن مع الجميع يحصل، وقد تكون هذه الأذية مرتفعة مثلا إلى منطقة التفرع، فأنا أحتاج إلى إصلاح، أحتاج إلى إصلاح أذية القناة الجامعة. إذا كانت الأذية عالية يمكن الاستفادة من القناة الكبدية اليسرى وإجراء المفاغرة عليها بينما القناة الكبدية اليمنى تحتاج إلى إيضاح، إلى أني أنا ألحقها داخل الكبد وأقشر شوي من الكبد لحتى ميز القناة الكبدية اليمنى. إذا القناة الكبدية اليسرى أطول تسير قليلا تقريبا حوالي 1 إلى 1.5 سم على سطح الكبد قبل أن تلتقي مع القناة الكبدية اليمنى لشكلها القناة الكبدية العامة الكمن هيباتيك داكت. القناة الجامعة تقريبا أو القناة الصفراوية طولها تقريبا حوالي 6 إلى 8 سنتيمتر، وقطرها أيضا يشبه طولها الطبيعي 6 إلى 8 ملليمتر أيضا. بماذا يهمني هذا الأمر؟ يهمني هذا الأمر إذا كان لدي آفات في الطرق، على حصيات في الطرق الصفراوية، أو لدي رقان انسدادي تتوسع قطر القناة الجامعة. فإذا قطر القناة الجامعة الطبيعي 6 مثلا 5 6 4 على 6 ملليمتر، إذا كان قطر القناة الجامعة أكبر من ذلك إذن هناك توسع، أصبح قطر القناة الجامعة 9 10، إذن هذا توسع حقيقي ويستدعي مثلا 10 ملليمتر يستدعي الاستقصاء، أنه ما السبب؟ لماذا قطر القناة الجامعة 10 ملليمتر؟ بالنسبة للقناة الجامعة كما تلاحظون هذه هي أو القناة الصفراوية المشتركة، تتلقى القناة الصفراوية المشتركة تروية من الشريان الكبدي الأيمن بشكل رئيسي، من الشريان الكبدي الأيمن بشكل رئيسي، وتسير هذه التروية من الأعلى إلى الأسفل على جانبي القناة. هذا الكلام مهم جدا، تروية القناة الجامعة لماذا مهم جدا للجراحين؟ لسببين. السبب الأول لازم أعرف أنا أنه تروية القناة الجامعة تأتي من الأعلى، من الأعلى وليس من الأسفل، يعني أنا إذا قطعت القناة الجامعة في هذه المنطقة الجزء الذي سأجري عليه المفاغرة مروى بشكل جيد. دائما تعرف نحن كجراحين بهمنا التروية لأماكن المفاغرة، الأنستموزس لازم تكون ترويتها جيدة. فإذا أنا قمت أثناء التسليخ بأذية الجدار الجانبي الأيمن أو الأيسر، إذا تسببت بأذية للقناة الجامعة. إذا لازم أعرف أن تروية القناة الجامعة تأتي من الأعلى ومن الجانب. كمان هذه شغلة ميزة من الله لنا، أننا نستطيع العمل على السطح العلوي للقناة الجامعة دون أن نؤذي التروية الدموية، وهذا أسهل لنا، وهذا أسهل لنا كجراحين. هذا فيما يخص تروية الكبد والقناة الجامعة وقطرها الطبيعي وأين تسير، وأين إذا تسير في الأعلى في الأمام والأعلى والأيمن، بينما الشريان الكبدي كما تلاحظون يسير في الأمام والأعلى والأيسر، وريد الباب في الخلف، وريد الباب في الخلف، هذا في منطقة سرة الكبد.
آتي إلى الحويصل الصفراوي أو المرارة أو الحويصل الصفراوي، كيس أجاسي الشكل على السطح الحشوي للكبد، سعته تقريبا من 30 إلى 50 ميلي، هو مستودع خزان إضافي للصفراء يعمل على تركيزها بشكل جيد وإفراغها أثناء الوجبات. للمرارة أقسام أيضا على الجراح أن يعرفها بشكل جيد. هذه الأقسام هي الفندس في الأعلى، ثم البدي جسم المرارة، ثم عنق المرارة، وهنا إذا كان لدى المرارة حصيات يتشكل لديه هنا انتفاخ صغير، طبعا لا يوجد في المرارة الطبيعية بدون حصيات المقصود فيها، هو اسمه مجل بنسميه منطقة المجل. إذا هذا هنا توسع في مناطق الحصيات، أستفيد من التعرف عليه في معرفة التشريح الجراحي للمرارة أثناء إجراء العمليات الجراحية. ثم لدي قناة تسمى القناة الكيسية. القناة الكيسية قناة صغيرة قطرة تقريبا حوالي نصف ميلي في الحالة الطبيعية، تصب على أو تلتقي مع القناة الهيباتيك دكت لتشكل الكامن بايل دكت، تشكل لدي الكامن بايل دكت. طبعا تتروى المرارة من الشريان المراري الذي هو فرع كما تلاحظون من الشريان الكبدي الأيمن، هو فرع من الشريان الكبدي الأيمن، الشريان المراري هو فرع من الشريان الكبدي الأيمن. ولجب أن أعرف علي الاختلافات، أن أعرف الاختلافات التشريحية للشريان المراري أيضا، لأن لدي عمل جراحي هو استئصال مرارة سواء من المنظار أو الفتح الجراحي. الشريان المراري قد يكون شريان مفرد وقد يكون مزدوج، شريان طبيعي أمامي وشريان خلفي، وشريان خلفي يوجد عقدة لمفاوية على الشريان تسمى عقدة كالوت، تسمى عقدة كالوت. لاحظوا هذه بعض الاختلافات التشريحية لكيفية دخول الشريان المراري على المرارة. لاحظوا هنا الشريان المراري يمكن أن يأتي من الشريان الكبدي العام أو الشريان الكبدي الخاص أقصد، وليس من الشريان الكبدي الأيمن. لاحظوا هنا أتى من الأمام، هنا يأتي من الخلف، هنا أتى من الأمام، هنا أتى من الأمام وعامل لوب. لذلك على الجراح أن ينتبه بشكل جيد أثناء سحب المرارة إلى الأعلى أثناء العمليات الجراحية، بيحصل معي تمطط، ممكن أن يتمطط الشريان الكبدي ويصبح على استقامة واحدة مع الشريان المراري، على استقامة واحدة مع الشريان المراري، ويخطئ الجراح في استسهال العزل ويقوم بربط الشريان الكبدي ويقوم وحدثت. وأنا رأيت مريض للأسف مجرى له عمل جراحي، كأنه المريض مرارة نزف المريض معه كأنه أثناء العمل الجراحي، فالجراح بدون أن يعني يميز أين هو الشريان الكبدي وأين هو الشريان المراري أخذ قطبة غارزة أوقف النزف، لكن للأسف مو بس وقف النزف، وقف ترويت الكبد كاملا، ثم تموت الكبد مستقبلا، يعني ضمر تدريجيا إلى حد أدى بالمريض إلى الوفاة. إذن يجب على الجراح معرفة أين يمر الشريان المراري. يمر الشريان المراري في مثلث يسمى، لاحظوا هذه مرارة منظار، هذا منظر ترسيمي لإجراء عمل جراحي لمرارة منظار. يمر الشريان الكبدي في مثلث يسمى كالوت ترينجل، كالوت ترينجل، مثلث كالوت. هذا المثلث ما هي حدوده؟ لاحظوا من الأعلى حافة الكبد، إذا من الأعلى حافة الكبد هنا، حافة الكبد هنا، من الأعلى حافة الكبد، من اليسار القناة الكبدية المشتركة، ومن اليمين القناة المرارية. إذا هذه هي ثلاث حدود، قناة كبدية مكة، حافة الكبد، والقناة المرارية. هذه الحدود الثلاثة تشكل ما يسمى مثلث كالوت ترينجل، وهذا نحن نركز عليه كثير بشكل أثناء استئصال المرارة المنظار. هنا يمر الشريان المراري، وهنا توجد عقدة لمفاوية تدلني أحيانا على الشريان المراري تسمى عقدة كالوت، تسمى عقدة كالوت. وحينما نقول، ويجب دائما لاحظوا الوجه الأمامي، إذا أنا انتبهت هنا على المنطقة تسمى الوجه الأمامي أو الأنسي من مثلث كالوت، يجب علي كجراح أعمل على استئصال المرارة المنظار أن أبدأ بالوجه الخلفي. إذا أخذت هذا البنس لهون
أبدأ بالتحرير من الخلف البريتوان طبعا فقط. ليش؟ لأنه من الأمام الشريان تواجده أكثر بكثير من تواجده من الخلف. إذا أبدأ تسليخ من الخلف ثم من الناحية خلينا نقول الجبهية أو الأمامية المواجهة ثم من الناحية الأنسية لكي أعري القناة الصفراء الكيسية أو قناة الحويصل الصفراوي بشكل جيد دون أن أؤذي الشريان الكبدي بداية. هذا فيما يخص المرارة وترويتها. إذا بشكل رئيسي تتروى من الشريان الكبدي الأيمن، ولكن هذا الأمر مو دائما دقيق في 100%. هناك أيضا أبرنت أو شواذ لهذا الكلام، وعلى الجراح الانتباه إلى ذلك بالنسبة للدوران البابي البورتال فين هو وريد كبير ومهم، وإنه يجلب الدم غير المؤكسج. يتشكل وريد الباب خلف عنق البنكرياس من اتحاد الوريد الطحالي مع الوريد المساريقي العلوي ويدخل. لماذا يسمى بورتال فين أو لماذا يسمى الدوران دوران بابي؟ هل تعرفون أو تعرفون أين يتواجد الوريد الدوران البابي في الجسم؟ إذا اللي بيعرف يكتب لي على الشات، أنا فتحت الشات رح شوف تابتكم إذا ما عم تحسوا تحكوا، أنه أين يتواجد الدوران البابي في الجسم؟ أحسن في منطقتين، بالغدة النخامية وبالكبد. لماذا يسمى الدوران البابي دوران بابي؟ مثل ما بتعرفوا في عندي بالجسم دورانين، دوران جهازي ودوران بابي. الدوران الجهازي يبدأ من القلب بشرايين، هذه الشرايين مثلا أبهر، الأبهر يتفرع إلى فروع ثم ينتهي بشعيرات دموية. هذه الشعيرات الدموية الانتهائية في الأنسجة تنشأ منها شعيرات وريدية ثم تكبر تدريجية لتصبح أوردة وتنتهي هذه الأوردة أما في الأجوف السفلي أو الأجوف العلوي اللي بيصب على الأذين اليمنى اثنيناتهم. هذا ما يسمى الدوران الجهازي. أما الدوران البابي، الدوران البابي يأتي الدم الوريدي من الأمعاء أو من وريد الباب باتجاه الكبد، يصب في شيء اسمه أشباه الجيوب الكبدية، إذا في بحيرات. هذه البحيرات تنشأ منها أوردة تشكل الأوردة الكبدية. إذا لا يوجد اتصال مباشر بالنسبة للدوران الجهازي، هناك تقريبا اتصال مباشر بين الشعيرات الشريانية والشعيرات الوريدية. أما بالنسبة للدوران البابي لا يوجد اتصال مباشر، هناك بحيرات فاصلة بينهما. وريد باب يصب من أشباه الجيوب الكبدية، من أشباه الجيوب الكبدية تتشكل الأوردة الكبدية الثلاثة اللي بتصب على الوجه الأمامي للأجوف السفلي. هذه الأوردة الكبدية الثلاث عادة الوريد الكبدي الأيمن يصب في وريد معزول، بينما الوريد الكبدي المتوسط والأيسر لهما فوهة مشتركة في الخلف. لدي ما يسمى بالتفاغرات البابية الجهازية. هذه التفاغرات أيضا على الجراح معرفتها. يوجد تقريبا 5 أماكن لهذه التفاغرات بشكل رئيسي في منطقة الوصل المعدي المريئي بين الدوران الجهازي والدوران البابي، وهنا يتشكل ما يسمى دوالي المري كما تعلمون. أيضا في منطقة الشرج هناك تفاغرات في هذه المنطقة. لذلك أي مريض لديه بواسير كبير في السن يجب علي أن أتأكد أن هنا لا يوجد لدي مشكلة في الكبد، أيضا في منطقة جدار البطن الأمامي حول السرة، وهذا ما يسمى برأس المدسة كعلامة أو هي المرأة الشريرة يعني. في عندي على جدار البطن الخلفي تفاغرات بابية جهازية. لاحظوا هذا هو وريد الباب، تشكله وريد مساريقي علوي مع وريد طحالي خلف عنق البنكرياس بيشكل لي وريد الباب. هذا منظر لدوالي على جدار البطن الأمامي. السبب فيه هو انغلاق الدوران البابي مما يؤدي إلى أن الدم يعود إلى الخلف ويسلك طريق راجع. تقريبا هذا كل ما يتعلق بالمحاضرة.
اعذروني إن كنت نسيت بعض المعلومات،